يعمى فيه. وسام نعم. أهم ثلاث ممثلين لبنانيين حاليا. لبنانيين، واو، ندى أبو فرحات، ممثلين ذكورة، يوسف بونصار، فؤاد يمين، جورج خباز. يوسف الخال مو واحد منهم. لا أنا هو عم يورطنا شيء، ما عم يورطنا، بده يورطنا، برجع ذكرني. غسان، ثلاث شخصيات أثرت على كل حياتك. جبران خليل جبران، جون بول دو، ما في رحباني، ليونيل ميسي، و ميسي. ما في رحباني بيناتهم، ما جاب كثير تبع منصور رحباني. بعد شو بدنا قهوه، بدنا بعد شو، خلينا بعد شو، بعد شو. وسام نعم. أسوأ ثلاث شغلات بلبنان. الكهرباء، الطرقات، سرقة العالم. كان كلهم كلمة واحدة، فساد. الفساد. غسان. الفساد، ما في غيره. ثلاث أشياء تعلمتها بكورونا، بزمن كورونا. يعني أكيد نعمل طبخ، جنينة، زراعة، وجامعة العائلة يعني. شو طبخت؟ طبخنا محاشي. محاشي 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 ما في محاشي. بتقور باذنجان والله برافو. بينهم وبين حالهم هو بيصير يلف. وسام، أهم ثلاث صفات، أكبر ثلاث غلطات غلطتهم بحياتك. صدق. كذبت على العالم. كان عندي ثقة بعالم سرقت مني، وزعلت أشخاص بحبها كثير. بيك واحد منهم؟ لا. طيب. غسان. نعم. ثلاث شخصيات عم تتمنى لو التقيت فيهم، أحياء أو أموات. واو. يا إلهي. لا، أسئلته أحلى من أسئلة. صح. خايف كثير. هات. هاني بعد، لأنك عملت دوره. المتنبي. هاني بعد المتنبي. المتنبي، شفت؟ أنا بقول لك هانيبال المتنبي. حل عنه أنت. وجون بول دو، لأنه خلونا قبل عم جارب زعبر. هانيبال المتنبي. هانيبال المتنبي. الوقت ما ضل عنا. شكسبير. شكسبير. طيب. وسام. وسام، أهم ثلاث صفات في المرأة بشكل عام. القوة. القوة بشخصيتها. الحنان. الحنان وحس الفكاهة. قلت لك ما بيعرف شو قوة وحنان سوا بده. طيب غسان، أبشع ثلاث شغلات أبشع ثلاث شغلات بالحياة. الغدر. حلو. الغدر، قلة الوفاء، هن تقريبا بيسلموا على بعض. غدر، نعم، نفس العيلة. وسام، أحلى ثلاث صفات بوالدك. الموقف، الصدق، والعملية. أحلى ثلاث شغلات بوسام. وسام صادق وعفوي وصاحب حركة واجتماعي. وسام، أغلى ثلاث أشخاص بحياتك. ثلاث أشخاص بحياتي، أغلى ثلاثة العائلة دون شك، بي وأمي وخيي.